منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 اختتم استعداداته لمواجهة منتخب الأردن النهاردة الساعة 5 على استاد الإسكندرية. حرص أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين على خوض بعض التدريبات الخططية والتكتيكية وتحفيزها للاعبين من أجل تطبيقها في المباراة. وفريق سموحة حقق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بيحتل فريق سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 33 محتلاً المركز الرابع عشر. فادي فريد مهاجم فريق سموحة حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي بعد اختيار رابطة المصرية المحترفة، وده بعد تسجيله هدف والمساهمة كمان في فوز فريقه. وفريق الأهلي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة فريق مودرن سبورت واللي هتجمع الفريقين النهاردة الساعة 9 بالليل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز. خاض الفريق جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة. بيقود سامي قمصان المدرب العام مسؤولية تدريب الفريق حاليا بسبب سفر مارسيل كولر إلى بلاده لقضاء أجازته السنوية. اللجنة البارالمبية المصرية هتعقد النهاردة مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل الكاملة لسفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. تستعد اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 واللي بتستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري. مانشستر يونايتد الإنجليزي استهل مشواره في البريمير ليج بالفوز على فولهام بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى من المسابقة. وباريس سان جيرمان حقق فوز كبير على فريق لوهافر بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في الموسم الجديد 2024-2025. أما فريق بايرن ميونخ فتأهل للدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا بعد فوزه على فريق أولم اللي بيلعب في الدرجة الثانية بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا. كده خلصت نشرتنا الرياضية، هنعود مرة تانية لهبة ومصطفى عشان نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة.